اسمي صوفيا فتوح، عمري 36 سنة، متزوجة وعندي 3 أطفال، صبيين وبنت. جينا من حلب على اسطنبول، طريق تهريب يعني. واجهنا كتير صعوبات على الطريق وتعذبنا كتير يعني. طلعنا على الطريق تشلحنا المصاري. بعد ما صارت الحرب صرت أنا أخاف على أولادي إنه ينزل عليهم قذائف، يصير يتضرروا يعني، يصير لهم شيء لا سمح الله. صار خطر على بيتنا كمان، نحن قاعدين في البيت يصير تفجيرات، يصير قذائف ينزل على البلكون، تضرر البلكون. فقررنا أنه نصفي أمورنا ونطلع على تركيا لنعيش حياة كريمة. بعد ما وصلنا على اسطنبول جينا عند أخوي، قعدنا عنده فترة أسبوعين. لوقت ما صار دورنا على بيت استأجرنا، وولادي صاروا يشتغلوا، تركوا المدارس بسبب لأنه بدينا من الصفر هون لنأسس يعني أول بداية حياتنا اللي هي بإسطنبول. فاضطرينا تشتغل العيلة كلها لنعيش ويعني نأسس بيت من أول وجديد. وقت كنا في سوريا أنا كنت حلمي إنه أكمل دراستي وأدخل جامعة أدرس أدب إنجليزي. وقت اللي صارت الحرب تركت الدراسة وجينا على اسطنبول، بس هون اضطريت إنه أتعلم اللغة، يعني أحضر كورس وأتعلم اللغة من الألف إلى الياء. أنا أول ما تسجلت بالكورس التركي، الأنسات تعرفت عليهم، الأنسات التركيات، سألتهم إذا في مثلا كورس تعليم خياطة، تعليم تصميم أزياء، شيء يعني بيفيدني بالمستقبل. فقالوا لي إنه في دعم الحياة، حياة ديستيك، بدها تبدأ دورة تصميم، إذا بتحبي تسجلي فيها. قلت لهم موافقة، سجلت فيها وكتير انبسطنا وتعرفت على ناس جدد وتعاملنا مع بعض، تعرفنا على الأنسات، تعرفنا على المديرة، انبسطنا كتير وتمنينا أنه ما تخلص الدورة لأنه كتير مسرينا بوجوههم ومعاملتهم الحلوة لإلنا. كنا بنتمنى انه تطول اكثر الدوره او يفتحون دوره تانية انه نستفيد منها، غير يعني انه تصميم القوالب والازياء. نحن لما تسجلنا بدوره التصميم تعلمنا انه كيف ناخذ قياسات البلوزه، التنوره، البنطلون، ناخذ القياسات على الورق ونطبقها على القوالب بالمازوره، ناخذ قياسات بعد ما منخلص ومنفصل انه منخيط على القماش. فكتير يعني انا الي هواية انه اتعلم على الماكينة، مشان اذا اشتغلت بمعمل او بورشة او هي استفيد اكون يعني معلمة وانا اعمل انتاج للبلد اللي انا عايشة فيه.